طيب عندنا خبر آخر، حيث شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الاجتماع الختامي للجنة التفتيش الدولية الذي تم خلاله تجديد اعتماد شهادة الأيوزوا. خلال الاجتماع أكد الفريق محمد عباس أن قطاع الطيران المدني يضع في مقدمة أولوياته تطبيق استراتيجية ترتكز على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وفقا للأهداف التي وضعتها وزارة الطيران المدني، والتي تتمثل في تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأعلى معدلات الكفاءة والتميز بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية. على جانب آخر، أشاد فريق التفتيش الدولي بالتزام مصر بالطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أي ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائما على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة، وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير على قمة أولوياتها. طيب، قطاع الطيران المدني تطور. نعم. خلينا نقول مطاراتنا بقت مستواها زي المطارات العالمية، لا تقل جودة عن المطارات. الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، سواء أنا مش بتكلم فقط على مطار القاهرة لكن أغلب المطارات اللي موجودة. طيب، ده بالنسبة للإنشاءات. ماذا عن الخدمات المقدمة للعملاء؟ هل هي بنفس الجودة اللي موجودة في الإنشاءات؟ ده بالتأكيد في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أستاذ رشا تم التركيز على الجزئيتين دول اللي حضرتك أشرت إليهم. الجزئية الأولى إن تعدد المطارات المصرية في أكثر من محافظة وتكون جاهزة أيضا لاستقبال الرحلات الدولية بدءا من القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وسفنكس يعني أصبحت موجودة مغطية الجمهورية بالكامل. ده كمطارات. الخدمة بقى بالنسبة لشركة الطيران عندما تقدم خدماتها للعملاء، ده دي معبرة عن مصر، عن وجه. يعني تخيل حضرتك، أنا لو راجل أجنبي وجيت ركبت طيارة تابعة لشركة مصر للطيران، وأنا الأجنبي أنا كنت بركب الطيارة بتاعت التابعة لدولتي، ولاقي مستوى الخدمة مقدم في شركة مصر للطيران أو على طرق أفضل من الشركة بتاعت الدولة اللي أنا منتمي ليه، شيء طبيعي هبدأ أستخدم طائرات شركة مصر للطيران. فهي معبرة، خصوصا أنها داخلة في تحالف عالمي. تحالف عالمي. نعم. فهنا بتبقى معبرة عن الدولة وعلى سمعة الدولة ونوع من الدعاية السياحية للدولة نفسها، ما بالك إما يكون إحنا من أولى دول العالم سياحيا وملايين السياح بيقولنا سنويا. فعندما تكون الخدمة المقدمة لهم ومواعيد الطائرة، مستوى الخدمة أثناء وجودي في الطائرة، أثناء الخدمة المقدمة لي عند عمليات الحجز، الخدمة المقدمة لي عند خروجي من المطار وإنهاء الإجراء، دي كلها مجموعة متكاملة من الخدمات تقدم سواء بالنسبة للمطارات أو على الطائرات نفسها أو مستوى الطائرة نفسه. يعني إيه؟ مستوى جودتها يعني وسعتها وأريحيتها وطبيعة ما يقدم فيها، دي كلها كباكج مجتمع بعضها بتدي صورة جيدة جدا. صحيح. لهذه الدولة اللي بتعبر عنها هذه الشركة، ودي يعني اللي احنا عملناه دلوقتي في شركاتنا. وأعتقد أن أي زائر لمصر وركب طيارة مصر للطيران يشهد بذلك الأجنبي قبل أن يكون المصري. أنا هقول على تجربة الشهر اللي فات، كنت راجعة من السفر على مصر للطيران. الطيارة كلها ما فيهاش كرسي فاضي، مليانة. نعم. فولي بوك. بالضبط. لما نزلنا مطار القاهرة هم انت عارف حضرتك بيوزعوا علينا كروت علشان نملاها علشان الجوازات. بالضبط. اغلب الناس ما خدتش كروت، اكتشفت انه اغلبهم كانوا ترانزيت. نعم. يعني ركبوا مصر الطيران عشان يروح دولة تانية. نزل في مصر ترانزيت. نعم. يعني عدد المصريين ليس بالقليل، عدد المصريين الموجودين قليل يعني اللي دخل الأجانب ترانزيت ليس بالقليل، والترانزيت كانوا كتير. نعم. يعني نعم. أنا أقول اللي ليا واللي عليا برضو. عندي امبارح شفت خبر كده أسعدني جدا،
انه اول طائره بتنزل في مطار العاصمه الاداريه وكان عليها عدد من رجال الاعمال. فعندنا كمان في العاصمه الاداريه اكيد بروعه العاصمه الاداريه واللي هتبقى عليه اكيد كمان المطار هيبقى ليس بقليل، خصوصا ان الطياره كلها رجال اعمال. بمناسبه العاصمه الاداريه بقى في الحته دي يا استاذ رشا، شوفي وجهه او توجه الدوله المستقبلي، يعني معمل المونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة قبل أن تبدأ الحياة كاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، معمل محطة الكهرباء كاملة توفر كل احتياجات الطاقة الكهربائية وانتهت وبدأت تنتج قبل بداية الحياة الكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما وصلها القطار السريع، معمل فيها مطار دولي. هنا حضرتك لما تبدا يبقى كل وسائل الوصول ليها بشكل سهل جدا، وسائل الحياه مكتمله. انا مش عملت العاصمه الاداريه وابدا اعمل الحاجات الثانيه، المطار بعديها والمونوريل بعديها، لا هو كله في نفس الوقت. ده يمكن قبل بدايه الحياه في العاصمه الاداريه. هنا النظره المستقبليه والدراسه الجيده لطبيعه هذه العاصمه الاداريه الجديده هي اللي هتخليها نموذج يقتدى به لكل الدول الافريقيه والدول المحيطه، بالنسبه لان احنا اتاخرنا في ان احنا نعمل هذا الشكل من العواصم الاداريه زي ما حصل في جنوب شرق اسيا، انما الحمد لله ما تاخرناش كتير وهتبقى نموذج جيد جدا ونعدي الازمه اللي موجوده في العالم علشان نفرح بيها بقى كلنا.